بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل مشاهدينا السلام عليكم في حلقة جديدة مختلفة مميزة، كفر ووتر، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، في حلقة جديدة مع سيد الغناء وسيد الكفر سيد الوتر، كله لم يقال. ما انت لامون كلهم. شكرا لك يا سلطان، عجبنا. شكرا لك، كل سنة أنت طيب، وكل سنة والمشاهد الكريم بألف عافية، وكل الرياضيين في السودان بصورة عامة، وكل من ينتمي الأحمر الوهاج بصورة خاصة، كلهم إن شاء الله على خير. طوال يا صوف، طوال خشيت على الأحمر الوهاج طوال يعني. طيب أقول لك محمد، اديني بدايتك في كوره ولا في في الغناء؟ الغناء بعدك نيجي للكوره، ما هي كلها هتكون مع بعض. سؤال يمكن كثير يعني، يبدا الجمعيات الادبيه من المدارس اظهرت مواهب اللحن، بعد ذاك المرحله المتوسطه اظهرت القدره على كتابه الشعر مع الالحان، ومع التعامل مع بعض الاخوان بيكتبوا شعر، يعني فتره منتصف التسعينات تقريبا. التسعينات دي قريبه يعني، ما بعيد ما بعيد، شايفها كده؟ ده العمر بيجري. طيب بالنسبه للكفر، كفر ده نحن ما عمرنا فيه كثير بحكم انه الواحد يعني ليه في فترات في الروابط الناشئين في بورسودان نادي الاصلاح الجنايم، من هنا تحيه لهم كلهم، كل سنه وهم حيهم برضه، ونقول لهم رمضان كريم عليكم، رمضان كريم لكل ناس بورسودان. نادي الجرف، مسقط راسنا واهل الوالده اخوالي، مسقط راس الخال فنان عوض الجرف، لعبت في نادي الجرف 6 سنوات في الدرجه الثالثه، وقت ذاك ما كان في غير 6 سنوات، ما في 6 سنوات، 6 سنوات كان سجن طوال، كثيره شديد والله، سنه وست شهور. بعد ذاك يلا ختمنا الموضوع الرياضي في النادي الشبيبه، نادي القريه مروي شريك. غريب انك كنت بتلعب، المفروض كان تلعب في الدرجه صح؟ يفترض والله زمان في الـ في الـ في, في الروابط لما كان الكوتش احمد عبد الله، احمد عبد الله كان ماسك نادي حي العرب والوقت ده بورسودان فاروق جبر. فكان الفتره ذيك في تألق واضح، كنا مطلوبين، لكن ما عمرنا طبعا في ابن سنه ولا سنتين في الاصلاح. انت كنت جناح مش؟ كنت بلعب في خانات الوسط، المهاجم، المهاجم شواد كده يعني، ولا هنا ساكت كله واحد مستوى واحد. طيب ارتباطك بمروي يعني، حس انا فترتي جيتك فيها حاسس بأني مرتبط بها شديد جدا جدا والله. طبعا المروي شريك ده الوطن الصغير
أنا حبي للوطن الكبير بعد ذاك يعني واضح من خلال عدم حبي للأسفار يعني. زي ما أنت عارف الواحد بيجوه في المجال ده فرص كثيرة جدا إنه يعمل حاجات كثيرة وممكن يسكن في حتات كثيرة. لكن حاجة ربانية كده بتمسك أنا بال مع إنه حاسة معظم أنا ما بقى يعني معظم الناس الفنانين اللي مشوا كلهم انتقلوا للعاصمة عكسك أنت يعني. والله أنا زاد أخذت خط في موضوع الغنى وعشان خاطر الجمهور. أنا كان في 2009 افترض إنه أقيف من الغنى، بعد ذلك كان في فترة بتاعت شد وجذب وفي رجعنا نغني تاني على عشان خاطر الجمهور الحبيب، ولكن غنينا المسألة بتاعت الغنى يعني. ما في غنى في أعراس، في حفل واحد في الشهر مرة عشان الواحد يتيح لنفسه فرص كثيرة تانية، منها فرص الزراعة، فرص المراقبة في البيت، فرص لكن هاي جمهورك تترك من شهر لشهر، ما في ناس حاسة ممكن يجوا عادي يتدافقوا في الحفلة يمكن ما لقوا طريقة يخشوا. ما نحن بننفس المسألة دي بمسائل ثانية بجانب يعني بتديهم غنى بين الفينة والأخرى عبر الصفحات في الميديا بتصلهم الأغنيات بتنفس عنهم الموضوع. المسرح طبعا موضوع ثاني، موضوع في الأول والأخير بتاع التغاء أرواح يعني. ما انا حاسه في فرق لما اجي انا اسمعك كده انت قدامي بين اسمعك اشوفك مثلا في التلفزيون. اي في فرق. طيب انت لما انت تسمعني هسي بعد شهر انا بكون ذاته كونت روح جديده اجي اقابلك بقى ثاني. يعني استهلاك انا ما من انصاره، ما من انصار انه الواحد يغني كثير لانه ما بتديك فرصه انك انت ذاته تقيف في سلبياتك وكده يعني. اي دول لازم يكون عنده سلبيات في حياته. انا الفتره بتاعت الشهر او شهر ونص مرات يعني بتخير، حتى ادتني ترتيب في موضوع انه اقدم شنو للجمهور. يعني الحفله اللي فاتت مثلا غنيت اغاني محدده، الشهر الجاي ما بتتغني هي كلها بتغير، يكون في تنوير في شيء جديد، في تدخل لاغاني جديد. تتعامل الجمهور متفاهم يعني معي في المساله دي كثير يعني. طيب بنجي لنادي الشبيبه، يعني هسه انت رئيس نادي الشبيبه. ايوه رئيس بتوفق بيناتهم اكيد، لانه انت قاعد هنا حسب موجود في مرة يعني كده بتوفق بيناتهم. لكن لما تكون بعيد مثلا لا طبعا نادي شبيبة والحين انت طبعا ما باركت لي صدق. اي ما لسه الصعود انا ان شاء الله باذن الله دعوتك دي انا حقبلها لما يجيك ان شاء الله. نادي شبيبة والله يا اخي انا بحيي جمهور نادي شبيبة من هنا وكلهم اقول لهم مبروك صعود الترقي للدرجه الاولى. النهاية يعني أنا حاسة لقدام ممكن نشوف الشبيبة تاني من أندية الممتاز إن شاء الله بإذن الله تعالى باجتهادك أنت مع رئيس النادي طبعا، مع زول ولاعب سابق يعني لاعب سابق في النادي. ضريبة نحن بنعتقد إنها ضريبة واجب علينا. طيب بنسعى معاكم أنتم برضو إن شاء الله. والله إن شاء الله بإذن الله حبكم للرياضة وكده. والله إن شاء الله بإذن الله نلتقي بين الشبيبة وبالرياضة عامة في كريمة في دوري كريمة زي ما انت عارف بقى جاذب يعني. بعدين بقى ذاته مع في الاهلي برضه. الاهلي طبعا يعني ممتاز. في دافع ممتاز يعني حديد حيدهم دافع كبير انهم يواصلوا. ايوه. ليك انت ذاته. والله فعلا هم يعني المساله بقى في تطور واضح يعني. واضح في مناحي عديده في مجال الكوره في كريمه الا بعض الهنات ممكن تتعالج يعني، لكن اساسيات اللعبه هنا ماشي في ترقي كويس. طيب نجي للصحافه. انت كنت بتكتب عمود؟ ايوه عندي كان عمود لسان البوح. لسان البوح كان اخونا الاستاذ اصلا هو اللي حفزني او يعني شجعني انه انا هو عمل الماده بتاعت لسان البوح. الاستاذ اسماعيل حسن كان في جريده الهدف صحبه اخواننا الاعزاء الناس معوي جاك والاخوان في الهدف ربنا يطرهم بالخير وتحياتي لهم كلهم. بعد ذاك بعد الصحيفه ما وقفت انا برضه اخذت لي فتره وقفت الا جيت راجع ثاني بكتب في سوكر بتاعت الاخ الاستاذ اسامه صالح. وهي طبعا مسائل صعب انه الواحد في وضعيتنا دي يقدر يعني يمارسها بصوره مستمره. مشكله بالنسبه لك طيب انت؟ مشكله والله. لكن الواحد يعني بقدر الامكان يقدر يدلي بيدلو على حسب. تستمتع يعني انت لامي حاجات كثيره ما شاء الله يعني فن
ورياضة وصحافة ما عندنا حاجة غير دي حتوفق فيها ما عندنا حاجة غير كورة بنحبها قمنا شايف زي ما انت شايف يعني الأولاد ذاتهم في البيت والواحد ما قادر يقول لهم أنا أخذته كنت وين ذاته لما أقول لك كنت في الميدان تذكر روحك تسكت بس لازم احنا ناخد لنا فاصل ونقوم نرجع تاني اوكي رجعنا لكم مرة تانية يلا بعد داني حنجي نخش في المريخ عشقك للمريخ وحبك للمريخ استمتاعك بالمريخ ده كله دارين تلخصه لنا بدايته كانت وين بالضبط كده من الصور والله من س- من س- من يعني حاجة ربانية بتتولد مع البني آدم على ما أعتقد لأنه أنت تولدت طوالي يعني أنت في العادة أنت طفل بتشوف مباراة يعني بتتعاطف مع الفريق الغالب أول مباراة أنا شفتها للمريخ المريخ ما غالب أول مباراة؟ أول مباراة أنا شجعت فيها المريخ وحبيته خشيت ولا ما خشيت الاستاد من برا ولا في التلفزيون؟ لا لا في التلفزيون بدري الكلام ده أبيض وأسود فكانت سنة كم؟ في كانت 86 لا ما 86 86 ما كان كاس كافة في في تنزانيا في دار السلام اول كاس جوي كاس جوي كان برضه منعونا نمشي كان كنا صغار لكن في البلد هنا كنا السفر كان صعب طبعا ما زي ما زي حسا لكن المباراه دي كانت في دوري محلي كانت موجوده في قناه السودان وفي الدار في قناه الرياضه ما كان في عالم الرياضه جو تحليل للكوره فانا حضرت التحليل وكنت يعني اثناء التحليل ما كنت عارف نتيجه المباراه فكنت بقلبي كده مع المريخ ومع المريخ في النهايه لما نهايه التحليل عرفت انه مغلوب حزنت شديد تعلقت بالمريخ من الوقت ده المريخ طوالي تعلقت به لكن يعني ربينا جيل كامل بيعشق المريخ حاليا كويس دي خالص دي كويسه يعني طبعا اهم شيء انك تربي الجيل كويس يعني حسب بالنسبه لمباراه المريخ احساسك شنو وانت المريخ غالب واحساسك شنو والمريخ مغلوب طيب طيب انا ما دايما بقول انه الفرح درجات كما الحزن برضو درجات انتصار المريخ انا بيحسسني بطعم الفرح الحقيقي يعني انت ما بتكون عامل عمرك كم سنه الاستاذ حسن بحجيب ده مره كده من الطرايف استاذ يا اخي بحييه من هنا والله بنحييه برضه حسن بسبوسه كريم حسن بسبوسه كنا واقفين والمريخ ده مزنوق واقفين في مقصوره جوان الوقت ده كان بيعاني من الغضروف وانا عارفه واقف جنبه لما الكوره خالص في زنقه كده والجون جاء طوال لما قبضته في ظهره وعصرته كده بقى كوري نسى الكوره ذاته ونسى اتذكر وانا نسيت الغضروف انت نسيت الغضروف شوف ما الاحساس ده ما مشكله فشوف يعني مره كده برضه حكيت القصه متداوله يعني يعني في كور كده ما بقدر احضر ما بقدر اقعد بدور العربيه وبشغل الراديو ليه؟ قلق انا ما بعرف حب المريخ ده دائما بخليك دائما يعني الناس في ناس بيحبوا المريخ وقت يتغلب الناس بتحبه اكتر والله ما قلت لك ده انت جاي نابع بعد ذاك من شنو من الشل الاحداث اللي حول المريخ بعد الهزيمه ما دائما مرات المريخ لما يتهزم فجاه بيكون اهله ذاتهم المريخاب او ما يعرف يعني المريخاب بيكونوا يعني سانين حراب على المريخ كل في اللحظه دي في اللحظه دي انا بحس انه حتى ولو اي حاجه يفترض انه انا بعد ده اقاتل انه ما يعني ابنائه ما يشبكوا بتكون هنا المشكله لكن لما المساله تكون خفيفه انت حتى ملاحظاتك في سلبيات النادي انت تبديها بحيث انه تصلح ما تبديها بحيث انه هي تخلق او تفاقم ازمه دي هي التعامل مع المريخ الكيان بالطريقه دي يعني وانا بعرف انك حاسه عندك بنيه للمريخ برضه. أنا أغنية المريخ دي عملتها كتبتها ولحنتها في 2015 تقريبا في بطولة من البطولات الأفريقية كنا بنمني نفس إنه نعيد السيناريو بتاع 89 وكده فقلت أنا قلت القصيدة بتتمها بعد الكأس إن شاء الله والله اتكتبت
في وقفت في في حتة محددة وسبحان الله انتشرت يعني. فهي معروفة يا مريخنا يا مالك إحساسنا ممكن تغنيها لنا هاي. مالك زمام إحساسنا مريخنا يا مالك زمام إحساسنا طالع دوام ونازل مع أنفاسنا طالع دوام ونازل مع أنفاسنا سودانك مشرف ودي مرافع راسنا لون الدم شعارك ودلب يزيد حماسنا مريخنا مالك زمام إحساسنا مريخنا مالك زمام إحساسنا يا طالع دوام ونازل مع أنفاسنا يا طالع دوام ونازل مع أنفاسنا سودانك مشرف ودي مرافع راسنا لون الدم شعارك ودل بزيد حماسنا ان شاء الله تتم. المفروض دي ذكرتني حس ادتني احساس ان انا قاعد العب ثاني صدق. يا ريت يا اخي يا ريت والله يا ريت والله يا اخي. طيب يا محمد انا ما قاعد اقوريك اقول لك انا استاذ والهنادي ما قاعد احب اقولها لك كويس اقول لك يا محمد معي كويس. حس يا احمد لما تخش الكوره مثلا يعني قاعد تخش الشعبي ولا بتخش المقصوره بالجاي؟ والله في البدايات كلها بخش مع الشعبي في مع الشعبي في المصطبة في الوسطى مع الشعبي جينا بقينا نخش في في المصاطب الجنوبية في الشعبي دي المصاطب الجنوبية عندي فيها يعني حاجات طقوس كده لما المريخ يكون غالب نتيجة مريحة كده طوالي بنتقل مشاوات المصاطب الشماليه. الشماليه؟ اشمعنى الشماليه؟ والله بس ما عارف ليه. عشان هناك قصاد قصاد مثلا اسمه منه العرض شمال؟ والله انا ما عارف بس زمان كنا يعني ناس بتاع الكوره بنحب نشوف ردود الافعال الناس اللي عاوزينك تنهزم يعني. طيب جمهور المريخ زي ما هسه مثلا عندي ولد خالتي يقول لك ما يشتري جرايد المريخ الا لما الهلال يغلب المريخ. يشتري يشوف الكتاب بتاع المريخ يكتبوا شو. طيب لكن طبعا مراحل يلا بعد ذاك العمر لما ماشي بيك بتمشي تضطر بعد ذاك انت محلك اللي تكون قاعد فيه بتكون مجبور عليه يعني. طيب مع الجمهور مثلا لما يجي يعرفوك مثلا انت النصر قاعد يتعاملوا معك كيف في اللحظه دي؟ بتعود انا مع الجمهور ده قاعد اكون دائما في نصه كده. انا مرتاح جدا جدا والله ما يعني اكثر حاجه انت تكون مرت عليك مساله التصوير والمساله مسائل الواحد بيحس فيها بانه يعني يقول الحمد لله بيكون قبل الكوره بتعبوك لكن الكوره لما تبدا خلاص ثاني والله احنا قاعدين نسال واحنا معاكم قاعد تنط كده يا اخي الكوره دي صعبه يا فيصل بعدها مشكله انا لسه بتذكرني حاجات عجيبه ذكرتك شو في كور انا قلت لك بركب العربيه بمشي في كور بخش فيها بكون واثق كده انه خلاص بتذكر خشيت لي كوره انا مرتين طلعت من الاستاد خشيت وطلعت كنت قاعد في حي العرب ساكن في حي العرب جنب استاد الهلال والبطوله بتاعت 92 شارع المريخ 97 تقريبا كون المريخ كان عنده مباراه فاضله مع الهلال واحده الهلال كان عنده كورتين مع المورده ومع المريخ كان عايز منه النقطه عشان يشيل الكاس الدوري اذا يتهزم من المورده 0-2 جات على المريخ على طبق من ذهب ثاني يعني المريخ من العدم جاه امل لكن انه يخش الكوره بفرصه الفوز بس قمت خشيت المباراه خشينا معانا ودخلتنا الاستاذ محمد يوسف بحييه من هنا برضه الى رابي العشر دقائق الاولى الحكم بطاقه حمراء لحاتم محمد طبعا الكوره المريخ ما جاء امل ما فيش خشينا بعمل نص الامل انتهى بالبطاقه الحمراء البطاقه الحمراء لحاتم وبالراحه خليته دخلت في الاستاد سحبت مركبه؟ ها؟
هركتها هركتها ولقيتها في جو فاضي بره طبعا المواصلات هذه الكورة لعبت ركبت والله ركبت حافلة حتى قلت للراجل عليك الله يكفي للرادي الرادي كان شغال قال لي يا حنزل هو ما عجبك الرادي نزلت نزلت وطوالي ركبت واحدة ثانية المهم أنا الحافلة دي مشت ووصلت وين وثاني ركبت مواصلات لقيت نفسي في استمرار أنا كورة انتهت موعد انتهت محل ما يلاقيني رادي بس أعمل كده لا يضني ما دار اسمع النتيجة لقيت لي دكان كده فيه شباب كده من أولاد الجنوب ديل مشيت طوال لقيت مشي زي محل فول كده وقدرة وفي رادي شغال مشيت قلت طغس كده والله يا فيصل من خلال نقاش طبعا عرفت أن المريخ شهر الكاس كنا أساسك هنا كان الوقت ده أنت سألته قلت له أنت كل اللي انتهى الكلام قال ما أنا ميري جاب جون امبارح مساء نطيت لك في الراجل ده والله زي اللي هو بيعرفني اليوم 100 سنة أنا أول مرة أشوفه قالت لنا هذول تهنئة وبتاع لقيت نفسي بعد شوية عشيت معه عشيت معه من السامراء جيت راجع ثاني والله جيت كيف ما عارف فيا أخي الكورة دي في يعني فيها مواقف كده أنت ذاتك السلامة تتذكر يعني ما بقول لك تستغرب لكن لا سأقول لك حاجة نحن ناخذ فاصل ونقوم نرجع ثاني رجعنا مرة ثانية قلت لي ذكرياتك مع المريخ كثيرة والله كثيرة لاعب تمنيته في الهلال تمنيته كان يكون في المريخ من الهلال؟ ايه مهند مهند الطاهر ايوه لاعب بتستمتع بلعبه من لعبة الهلال يعني كويس لاعبك المفضل كان منو؟ انت في المريخ؟ ايوه فياته حقبة حقبة الحالية طيب خلي الحقبة اللي فاتت الله يا اخي طبعا انا ما داير اقول لك انا لعيبة المريخ حاليا كلهم هسه اصدقائي روح المريخ هذا طبعا لسه خارج الكشك لكن احنا مع الصداقة اصدقاء ما خلاص طفل انا ما في رمضان عجب حاليا في المريخ من اصدقائي الشديد محمد الرشيد عارف البال عبد الرحمن يعني محمد بيبو الشباب دول كلهم انت ما قدرت تحدد لك لعبه عشان ما لا انا احدد لك ما عندي مشكله انا لسه حاليا اللعبه المفضل عندي في المريخ بيطربني التش مثلا التش انا بيطربني جدا وبحس بانه مفترض انه يلعب في يعني في حته ثانيه حته ثانيه ما هنا والله بنتمنى ان احنا يعني مش السودان ولا الدول العربيه انا بتكلم عن اوروبا الدول اوروبا اي والله آه. ما هو في النهاية اجتهاد يا في المريخ يا أوروبا ما هو خلاص ما في النهاية اجتهاد إذا اجتهد هو واصل أنا بتكلم عن موهبة 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 حقيقية موهبة يعني في كله في فيصل عجب في جيله ما في راي يعني لحد الليلة الإنجازات أنا ما داري أتكلم قدامك والناس كلها عارفاك ما محتاج لشهادتي ترجع في لعيبة كده أسلوب سكسك أسامة آدم ريحان في المريخ أنا استمتعت به شديد طبعا برضه متعة شديدة سكسك ده كان يعني موسيقى كانت داخل الملعب بتتدفق يعني ففي كل جيل كده انا ملاحظ انه في لاعب كده مميز يعني بيكون عنده اسلوب ساحر يعني بيسموه عليه دائما الساحر كده فهذه من الحاجات اللي بتستهوي الناس ذاته في مشاهده كره القدم الفنيات بتاعت اللعيب والعمل الحاجات الخياليه زي ما هي طبعا الكره ده طبعا مربوطه بالغنى في الابداع يعني انت ممكن تبتكر حاجات في المسرح تلقائية بصورة تلقائية في الكورة نفس الشيء انت بتجيك تصرفات بتاعت شوت مباغت بتاعت باص في حتة معينة حسب الخانة طيب مشاريعك شنو هسه يعني انت كونك وحبك للمريخ ما شفتك انا ترشحته مثلا لمجلس إدارة للمريخ؟ لا انا طبعا يعني بشوف انه كوادر المريخ اللي عندها تجارب في العمل الإداري ما هينا ما سهلة نحن طبعا يعني رهني شرط المريخ في مجالنا يعني في أي حاجة يعني نحن دي ذاتها ما مشهودين على لكن بشوف إنه متى ما يحتاج لنا المريخ في أي حاجة نحن موجودين يعني. يعني حتى الأغنية اللي غنيتها لك أنا قبل شوية دي أول مرة اتغنت في نادي المريخ كريمة لما كان كرموكم أنت جيتوا هنا مع كروجر في معسكر انا ما جيت كنت تعبان يعني مره ايوه انت في المعسكر كنت قاعد في المعسكر
ثاني مره اتغنت في نادي المريخ في ام درمان. اتغنت هناك في نادي المريخ، دي كانت من الفعاليات ومشاركتنا البسيطه للمريخ وكذا. لكن لما يكون في مثلا يعني في المقصوره مثلا يكون مخصصين تذاكر خاصه كذا كذا، الحاجات اللي متناول اليد بعد ما في مشكله. يحتاج لها يعني الناس المسؤولين من اداره العمل في المريخ في اي حاجه يحتاج لها ما في مشكله. مجتمع المريخ ذاته مترابط، وانا شايف الفتره اللي فاتت دي حتى الناس الخارج المجلس يعني الجروبات عملت شغل يعني حسستنا بان لازم المريخ موجود بخير بناسه بجماهيره في كل بقاع خاصه العالم. والله الجروب بتاع عزه وكرامه المريخ فده يعني حسسنا انه المريخ اهله موجودين. هذا اكيد اكيد طبعا. دي الكوره هي الحاجات المجال ده طبعا من الحاجات اللي بتعمل. بس انت لو ما موضوع الكوره نحن حتى البلد دي محتفيه بيها كلها انت زي ما شايف. فالشافعي الصغير قبل الكبير. الله يعطيك العافيه يا اخوان. الناس اللي اخذوا بصمتهم في مجال الكوره السودانيه معروف حب السودانيين للكوره يعني. فنحن بعد نحن غلبتنا في كورعنا، لكن بقينا نحاول نعمل شغل اداري مع نادي الشبيبه. طموحك شنو مع نادي الشبيبه؟ نادي الشبيبه والله طموحي اول حاجه نغير مفاهيم بتاعت الكوره. يعني نحن زي ما لعبنا كوره، نحن لعبنا كوره في زمن كنا بنغسل فيه الفانيلا برانا. كلنا وصلنا للمرحله دي. هاي نغسل الفانيلا برانا. سجلت انا في نادي الشبيبه دفعت قروش الصور من شنو؟ دفعتها من شنو؟ دفعتها من مصروف المدرسة. ايوه مصروف جيتا. ايوه. ده حب الشبيبة كان. ونحن فرحانين يعني. يلا الوضعية دي بتختلف من الوضعية دي. انت سلام انت تلاقي مجتمع الرياضة هنا اللي عاصر الجيل الجيل بتاعنا ده. يحاول يفرض على الجيل الحالي شغل الجيل الفات. بيتناسى انه الفترتين في حتى في الناحية الاقتصادية في فرق. اختلاف كبير يعني. نحن مراعين المساله دي بالنسبه للجيل الحالي. يعني سعي انا وفكرتي عن دخولي للمجال ده انه الواحد الحاجه اللي عنده من مفهوم يحاول يقدمها للمجتمع الرياضي بصوره عامه، يحاول يغير المفاهيم باعتبار انه يشوفوا نحن نسير انديتنا بهذه الطريقه، نوائم اللعيبه دي مع بعض بهذه الطريقه، الطموحات تكون ونرتقي بمستوى الكوره كلها باجهزتها تحكيم وهذا المعضلة طبعا في اي محل في السودان. يعني لما الناس توعى جماهيريا توعى اللعيبة ذاتهم محتاجين برضو يوعظاتهم توعية. دي مسؤوليتك انت ككادر زول لعبته وزول اكبر منه سنا نفترض انه لما ربنا اداك ذاته موقع اجتماعي محترم مثلا الناس بيحترموك بيقدروك انت بتعرف حاجة مفترض يعني بنية خالصة تقدمها ليه شباب ممكن يستفيدوا منها كان جمهور ولا كان لاعبين. فنادي شبيبه نادي عريق من الناحيه التاسيسيه. لعبنا فيه 2001 كانت اخر تواجد له في دوري الاولى، منها انزلق لحد ما اتشطب من اتحاد كريمه. عدناه سيبا قبل 4 سنوات معنا شباب كريم من اخواننا مروي شريك. عدنا يعني وكمان الشيء اللي بيبسط الزول انه في خلال 4 سنوات دي من الثالثه للثانيه للاولى طوالي ده بيدي الزول دافع وطموح عشان تمشي تلعب تاهيلي وتصل الممتاز ترفق اهلي مروي. ان شاء الله ربنا كمان يوفق اهلي مروي في انه رغم انه النتائج الاخيره دي ما على قدر الحاجه اللي خاتلنا له ولا على قدر الموسم الاول اللي قدمه في الدوري الممتاز كان مرعب. ولا بدعو اهلي مروي على انه يتكاتفوا حول النادي. الاهلي عنده كوادر كويسه، عنده لعيبه كويسين، يحتاج لبعض التوفيق ويحتاج لبعض الصيغه حتى في اخونا المدرب الخلوة يعني مجدي حامي الراجل حاول راجل عنده فكر تدريبي غاد الاهلي من الثانيه للاولى للممتاز طوال. فزي ما قلت لك يعني بشوف انه من واجبنا نرتقي بالمساله بتاعت المفاهيم الكرويه بالنسبه للشباب في نادي شبيبه و
يعني نادي شبيبه كمان، غير انه زي ما قلت لك عايز انه يضايق الانديه ايه. ونادي البركه اللي يطلع يشيل يمشي ممتاز ينافس، بس عنده محاوله ما توفق فيها السنه دي، لكن بنتمنى انه يتوفق وكل الانديه في كريمه تزيد سقف طموح الناس منا ونحن. عندنا طموح طبعا في نادي شبيبه انه النادي يعني يناسب علاقته التاسيسيه كويس ويناسب النجوم اللي لعبوا في نادي شبيبه الكتار. وانا على ذكر نادي شبيبه فبقوم اهدي لك شعار نادي شبيبه برقم العجب 24 كنا رقم 24 ايوه لا لا دي 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 ده شعار من نادي شبيبه. الله شكرا لك. بالمناسبه دي طيب احنا نقوم نعمل حاجه واحده برضه بعد ده الشبيبه. طب ممكن تدينا 6 شهور؟ بالمناسبه دي طيب احنا نقوم ناخذ فاصل نمشي نعمل لنا تمرين كده معاه خفيف كده خلي العصر نرجع لجلابيتنا دي كده. رجعنا من اللحمة داني. بالنسبة لجمهورك الهلال، هلال أنا قبل شوية كنت بتكلم معاك عن دورنا تجاه الشباب في شبيبة التوعية، تجمع في التوعية في الشبيبة. حسنا احنا نحن برضو نتكلم الموضوع موضوعنا عن جمهوري في الهلال، عارف العسل يعني. مش كده؟ لما جمهور الهلال مثلا حسنا في واحدين هلالات بيستمعوا ليك صح؟ هاي؟ انت حسنا انك اثبتت انك مريختك دي يعني على الملا يعني السودان كله عارف. طبعا دي ما بتاثر بعدين؟ لا 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 ما عندها علاقه، انا ما معروف انه مريخ، يمكن الفنان الوحيد المعروف بانتمائه الواضح يعني من خلال حتى العمود اللي انا كنت بكتبه. يعني المساله هي ما قلت لك التوعيه دي تحتاجها مش حتى شباب، ناس كتار افترض يعني. انا لعيبه الهلال اصحابي، انت لسه كنت في المريخ ما عندك اصحاب في الهلال؟ ما أثر عليك تعديل؟ لا لا ما أثر عليك، مش أنا قاعد أشجع. فهي المسألة في النهاية 90 دقيقة وتنافس شريف، عندي أصحاب كتار هلالاب، أنا في البيت بتلقى واحد هلالابي وأخو الثاني من رحابي. فهي المسألة في النهاية روح بتاعت كورة وانتماء. يعني أنا ما من أنصار إنك أنت كفنان دول مشهور تقوم تقول أنا بشجع اللعبة الحلوة وأنت بتكون هلالابي ومن رحابي. انا بتكون تربيت مع عجيل عارفين يقولوا عمك ده كذاب يا اخي. طيب الجمهور، جمهورك يتعلم منك مثلا الاغاني الوطنيه البريطانيه بيستمتعوا بها دائما يعني. انا في دي انت اختار لنا من الاغاني دي حاجه من جمهوري الحبيب الواحد بيقول له اغنيه، الاغنيه اللي متعود يسمعها
كلمات اخونا الاستاذ عبد الرؤوف عيد الله من الحاني. عوافي عوافي يا وطني يا وافي، كل السحاب الفيك ينزل مطر عافي، كل السحاب الفيك ينزل مطر عافي، لو غابت القمرة ضي النجم كافي، لو غابت القمرة ضي النجم كافي، النيل مراية الليل يكتني يكون صافي، يا وطني يا وافي عوافي عوافي. بنجيك من كل فج حادينا حاد الشوق، نلقى النخل شايل والقمر ساوى القوق، حبل العشم ممدود بين التحت والفوق، افرد ايديك سلام بنجيك يا وافي يا وطني يا وافي عوافي عوافي. كفى يا وطن وارتاح منعول ابو الفتنة، كفى يا وطن وارتاح منعول ابو الفتنة، خدت انتباهك صاح للدار يا باغتنا، جرح الحرب نتاح بالخوف يا قوتنا، ارضا سلاح يا صاح عوافي عوافي ليك انت معنا يكون بشكل انساني، ليك انت معنا يكون بشكل انساني، لا حزب لا جهة لا قبيلة من تاني، هل يسألوه يقول انا زول سوداني، سوداني فخري وعز يا وطني يا وافي يا وطني. نرقص نغني سوا ما دام جراحنا برن، نتلمى كلنا فوق نقارة تنقردن، بين كمبلة ومردوم عرضة ودليب وكرن، والدار بالأفراح والحب تكون صافي يا وطني يا وافي. ليك انت معنا يكون بشكل انساني، لا حزب لا جهة لا قبيلة من تاني، هل يسألوه يقول انا زول سوداني، سوداني فخري وعز يا وطني يا وافي يا وطني يا وافي عوافي 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 يا وطني يا وافي. كل السحاب الفيك ينزل مطر عافي، كل السحاب الفيك ينزل مطر عافي، لو غابت القمرة ضي النجم كافي،
لو غابت القمرة ضي النجم كافي أني المراية الليل وقتن يكون صافي يا وطني يا وافي. من الأغاني جميلة جدا طبعا جد استمتع طبعا شديد. طيب نحن حتى في ختام حلقتنا دي أنا بديك كلمة أخيرة. والله تحية لك أخ كابتن فيصل عجب أخ كابتن كله تحية لمشاهدة الكريمة اللي أكيد مستمتع إن شاء الله ببرنامجك مع باقي حلقاتك موفق إن شاء الله. ودي إضافة أنا بعتقد إنها للمجال في المجال الجديد لو انه لحد الان انا متاكد في الناس بيعينوا ليك هنا متحسرين لان ان شاء الله 10 دقائق في الموضوع. تحيه للرياضيين في كل السودان الحبيب وتحيه للشعب السوداني وامنياتنا لانه القادم يكون اجمل وافضل واخضر ان شاء الله. وتحيه لكل مسلم في بقاع الارض وانا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وتحيه لاسر برضو شهداء الثوره السودانيه وتحيه لشهداء المسلمين في نيوزيلندا في المسجد الضحايا اللي بصراحه الواحد ما يعني ما يقدر يقول حاجه غير انه ربنا يتقبل شهاده الجميع وربنا يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال وشكرا جزيلا. وتقبلوا معليش تحيات اهلنا في مرو الشريق للبرنامج لمشاهدين البرنامج. يسلم لكم كثير. في ختام حلقتنا بشكرك كثير جدا على استضافتك لنا هنا في البلد الجميله دي. يعني انا استمتعت شديد جدا فترة الجيتة دي وبتمنى إن شاء الله بإذن الله أني أكررها وأعود لك إن شاء الله. وأقول للأخوة المشاهدين انتظرونا في حلقة قادمة مع نجمي آخر.